عادت وزارة الإسكان للواجهة من جديد بعد أن تم إلغاؤها في مايو 2003 وإسناد مهمات عملها إلى عدة وزارات وقطاعات في الدولة. هذه الوزارة التي كانت على فراش المرض طيلة 8 أعوام الماضية بعد أن أصابتها الشيخوخة في مفاصل عملها فشلت في إقناع طبعا هي شلت كل أطرافها، وفي نفس الوقت فشلت في إقناع الحكومة بمنحها فرصة أخيرة لبقائها حتى جاء القرار الملكي أمس بإعادة الثقة لها وغربلت هيكلتها بما يتناسب وحجم أزمة السكن في البلاد لتكون الجسد المتين في تحريك أذرعة البناء والإسكان في السعودية. هذه المشكلة الكبيرة التي تؤرق السعوديين منذ فترة طويلة جدا، ويعني احنا في هذا البرنامج ناقشنا هذا الهم كثيرا. عموما اليوم راح نناقشه، ولكن بأمل وتفاؤل صار عندنا وزارة إسكان، وزارة الإسكان، يعني لابد تحل مشكلة الإسكان. هذا التقرير للزميل عزام الختيدي، ثم نعود للنقاش. توج الملك عبد الله جهوده الرامية إلى حل أزمة السكن باستحداث وزارة للإسكان تنضوي تحت مظلتها هيئة الإسكان وصندوق التنمية العقارية. ينظر كثير من الخبراء العقاريين إلى هذه الخطوة على اعتبارها حجر الزاوية في الاستراتيجية المقبلة للحكومة في حل معضلة الإسكان التي وصلت إلى حد الأزمة، ويأملون أن تسهم في توحيد الجهود ومنع تضارب عمل هيئة الإسكان وصندوق التنمية العقارية. وجود الهيئة في السابق كان شكل تنظيمي ولم يكن له صلاحيات، لكن الآن الوزير وبمقعد وحقيبة وزارية أمر مختلف تماماً، مقامه يختلف، وضعه مختلف، مفاوضاته أيضا مع الجهات المعنية سواء من وزارة البترول أو عفوا وزارة الوزارة المالية أو الوزارات المعنية بهذا الملف سيكون بمسألة الند، لن يكون هناك أقل من ذلك، وبالتالي سيكون هناك فعالية وتفاعل أكبر في موضوع الحصول على المبتغى الوزير الجديد. وكان الملك عبد الله دعم صندوق التنمية العقارية بنحو 40 مليار ريال عند عودته من رحلته العلاجية في الشهر الماضي، كما أضاف أيضا 15 مليار ريال إلى ميزانية الهيئة العامة للإسكان قبل أن يخصص 250 مليار ريال للهيئة ضمن حزمة القرارات الملكية الأخيرة، وذلك لغرض إنشاء 500,000 وحدة سكنية للمواطنين. إذا كان فعلا يعني الوزارة وفرت بناء الوحدات السكنية في الأراضي الحكومية، حيث انعكس أنه حتخفض أسعار الأراضي الأخرى، حتوفر وحدات سكنية يعني لتقريبا أقدر أقول لك 2.5 مليون مواطن. إذا قلنا أنه معدل أفراد الأسرة 5 أفراد لكل أسرة، فأنت 500,000 وحدة حتوفر سكن ل2.5 مليون أسرة سعودية ذوي الدخل المحدود، حتزيد بالتالي العرض من الوحدات المؤجرة، وبالتالي حينخفض إيجارات الوحدات، وبالتالي حترتفع القوة الشرائية للفرد. بحسب تقرير صدر مؤخرا عن البنك السعودي الفرنسي، فإن السعودية بحاجة إلى ما يزيد عن 270 ألف وحدة سكنية سنويا، وذلك على مدى 6 سنوات المقبلة، ما يعني أن هناك تحديا كبيرا يواجه وزارة الإسكان المستحدثة، والتي يجب أن تسد هذه الفجوة الكبيرة ما بين العرض والطلب في سوق العقار. عزام الخديدي، روتانا خليجية، جدة. شكرا للزميل عزام الخديدي على هذا التقرير. حول هذا الموضوع معنا في استديوهاتنا من جدة عضو الجمعية السعودية للمهندسين واستشاري التنمية العقارية والإسكان المهندس جمال برهان، وينضم لنا من هناك أستاذ الاقتصاد والتمويل في كلية إدارة الأعمال في جدة دكتور علي التواتي. وأبدأ معك دكتور علي، أهلا وسهلا بك. مبدئيا يعني مشكلة السكن تم إسنادها في السابق إلى وزارة الإسكان، ثم إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، ثم إلى هيئة الإسكان، والآن تم إعادتها من جديد إلى وزارة الإسكان. برأيك هل المشكلة في المسميات أم في الصلاحيات أم في الميزانيات أم في ذهنية العمل وطريقته؟ والله أنا أرى أن المشكلة لا تقتصر على وزارة الإسكان بقدر ما كانت عامة للجهاز الحكومي، لأنه
حينما قام معهد الإدارة العامة بعملياته الجراحية في تقليص الجهاز الحكومي لم يراعي ناحيتين، أنه قام بها أولا في وقت كانت البلاد تمر فيه في حالة من الركود والديون، أي أنه وضع كان مؤقتا ولكن لم يؤخذ هذا في الاعتبار. الوضع الثاني أنه أيضا لم يراعى أنه إنشاء هيئات مستقلة لمثل هذا القطاع. هذا القطاع قطاع كبير ويشكل ثاني أكبر قطاع منتج بعد النفط، ثاني أكبر قطاع منتج بعد النفط. لا أعلم كيف على ماذا بنيت هذه القرارات في إلغاء وزارة الإسكان ووزارة التصنيع الصناعة والكهرباء وضمها لمجرد وكالات في وزارات أخرى مع وزارات لم تكن متخصصة في هذا النوع من الأعمال، ولا توجد لديها قواعد بيانات ولا خبراء، وبالتالي عانت من الإهمال رغم أنه المملكة يتخطى معدل النمو السكاني فيها 2.4% وأكثر من 60% من مواطني المملكة دون سن 65، والطلب على المساكن يزداد بنسبة 5% سنويا في حين أن العرض لا يزيد عن 2%. وكتبت أنا مقالة عن هذا الموضوع في 2007 أنه عنوانه 17 سبتمبر لدينا وزارة نعم قلت فيه أنه أن أسباب إلغاء وزارة في صحيفة عكاظ تحدثت عن أسباب إلغاء وزارة الإسكان وطالبتها يعني بإعادة بناء الشقق والدور السكنية الحكومية وتملكها للمواطنين بأقساط طويلة الأجل دون فوائد تمويلية. يعني لكن سؤالي لك طالما أنت أتيت على هذا المقال، ما هي الأولويات التي يجب أن تبدأ وزارة الإسكان الجديدة بتنفيذها؟ الإسكان المتوسط أو ما يسمى بالإسكان الاقتصادي وإسكان ذوي الدخل المنخفض، هذين النوعين من الوحدات السكنية هما أهم وحدات. ولكن يعني توصيتي أو لمعالي الوزير الجديد القديم أنه لا يركز على هذا المشروع بأنه مجرد بناء مساكن، وأن ينظر في بناء مدن صغيرة ساتلايت سيتيز تحيط بالمدن الكبيرة وترتبط معها بشبكة مواصلات متكاملة وتكون مزودة بكافة الخدمات. هو لديه ميزانية. هذا الاقتراح نابع عن يأس في حل مشكلة الأراضي وتوفرها، خصوصا موضوع المنح، موضوع لا ما هو بهذا الشكل. الأراضي يمكن أن توفر، الأراضي يمكن أن تشترى، ولكن لما لا نستفيد من الفرصة السانحة؟ وهذه المبالغ الكبيرة 250 مليار ليست قليلة إضافة لقروض صندوق التنمية العقارية، لماذا لا نستفيد منها في بناء مدن نموذجية جميلة جدا ومتكاملة وفيها كافة الخدمات تحيط بالمدن الرئيسية وتنفتح عليها؟ هو هذا أفضل من أن نأخذ بأسلوبنا القديم نعيد ونزيد بالأراضي الموجودة والأراضي البيضاء وافرضوا ضرائب ولا تفرضوا ضرائب أو اشتروها منهم بأسعار باهظة. نحن هنا لسنا في معرض شراء أراضي كبيرة من تجار يطلبون فيها غاليا. نحن بحاجة إلى ترخيص الوحدة السكنية إلى أدنى حد ممكن. طيب أستاذ جمال أهلا وسهلا بك. يعني الحلين لماذا لا تكون موجودة؟ يعني يشترون يعملون فكرة المدن الصغيرة وموضوع داخل المدينة أيضا. هذا سؤالي لك الأول، يعني هل هناك انعكاس سلبي لو طبقت الفكرتين مع بعض؟ أضف إلى ذلك أنه اعتمدت الحكومة قرارات عاجلة لفك أزمة السكن في 7 أيام فقط، ابتداء برصد مبلغ 250 مليار ريال لبناء 500,000 وحدة سكنية، ثم رفع سقف قرض الصندوق العقاري ل 500,000 ريال، والآن تم إعلان عن وزارة الإسكان. يعني كيف تقرأ يعني هذه القرارات المتلاحقة، وهل يعني ستسهم في حل المشكلة سريعا أم لا؟ أولا أنا شخصيا متفائل،
الشارع العربي بيشهد ثورات غضب، نحن لله الحمد في مملكة الإنسانية بنشهد نهضة عمل بقيادة الملك عبد الله خادم الحرمين الملك الإنسان. وأحب أن أشكر خادم الحرمين على هذا العطاء الكبير في مجال الإسكان. أريد أن أخرج من المعطيات الانتقادات السابقة ونتوجه بالرؤية القادمة كما ذكرت ما هو المطلوب من وزارة الإسكان. الحقيقة أنا أرجع عند إنشاء هيئة الإسكان اللي حولت أهدافها الآن لوزارة الإسكان، أتحددت أهدافها في توفير السكن المناسب وفق الخيارات الملائمة لاحتياجات المواطنين. إذن هنا بجملة واضحة أنه مفترض أن وزارة الإسكان تحدد احتياجات المواطنين في السكن، شايف؟ وفق برامج وبخاصة عدة أمور من بينها حد التيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيها الجودة ضمن حدود دخله في الوقت المناسب. هذه هيئة الإسكان صح ولا لا؟ أحب أن أشير نعم هي حولت طيب. الآن أهدافها إلى وزارة الإسكان. إيه طيب فشلت في السنوات الماضية. لا السؤال هي فشلت فشل ذريع، ما حققت لا أنا أنا الحقيقة لا لا لم لا فشلت يا جمال، فشلت هي يعني بالأرقام. هم عندهم 12,000 وحدة سكنية بنوها في مدن غير رئيسية وما اكتملت أساسا، والوزير الحالي رجل صامت لا ندري ماذا يفعل، يعني نهنيه بالوزارة لكنه لا ندري ماذا يفعل. يعني إذا عنده مشكلة مع أطراف يقول للشعب، إذا ما هو قادر على الحل يقول للناس. اليوم إحنا في وزارة، ما هو الجديد؟ هذه القرارات هل ستفيدها أم لا؟ إذا كانت هذه الأهداف موجودة لماذا لم تطبق في السنوات اللي راحت؟ ده أنا أحب أشير لنقطة مهمة هامة جدا لعل الهيئة السابقة لم توضحها، إنه الأخ شويش لما مسك هيئة الإسكان كان موجود في الهيئة 10 مليار، وكانت الهيئة مكلفة بالإسكان الشعبي لو هو كان من اختصاصيات الشؤون الاجتماعية. فالهيئة انشغلت جزء كبير من وقتها انشغل في العمل التنفيذي في توفير الإسكان الخيري والإسكان الشعبي، شايف؟ وهذا طبعا ضمن الأهداف. طبعا أنا أتصور أن المرحلة القادمة تتطلب فصل موضوع الإسكان الخيري والشعبي في هيئة مستقلة تحت مظلة الوزارة. فأتفق معك أن الفترة الماضية انشغلت هيئة الإسكان بالأمور التنفيذية للبرامج الإسكان الشعبي اللي هي كانت تصل المحمل على وزارة الشؤون الاجتماعية، ووزارة الشؤون الاجتماعية لم تنفذها مع الأسف. هذا اللي حصل. طبعا أنا يعني برضو أؤكد أنه دور الهيئة هو دور الوزارة الجديدة هو تسهيل حصول المواطن على السكن، شايف؟ الثقافة الإسكان في المملكة العربية السعودية قامت على السكن الفردي، وهذا بسبب صندوق التنمية العقاري. صندوق التنمية العقاري المعطيات الحالية كان سببها الرئيسي صندوق التنمية العقاري. تكونت ثقافة السكن الفردي بنسبة 90% عكس ما هو موجود في العالم. في العالم السكن الفردي يمثل 20% 30% و70% جهات مطورة للسكن. عندنا الكاسة مقلوبة، ولكن نأمل في السنوات هو زمان هو لما جت 300,000 كان ممكن تبني أنت بناية، مع الوقت صرت تقدر تبني نصف إذا جاز التعبير. ففي لكن أنا دائما أقول طبعا إحنا راح نتضامن الآن مع ساعة الأرض يا هلا. أنا ما راح نطفي ضيوفنا، أنا راح أطفى اليوم يعني بس ضوء الاستوديو.